ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين القرارات المهمة التي أعلنها السيد الرئيس بشأن توسيع وزيادة مظلة برامج الحماية الاجتماعية. كما أكدت التنسيقية أن القرارات تعكس انحيازا واضحا من الرئيس السيسي للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم، وتؤكد حرص الدولة المصرية على دعم المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله. كما توجهت التنسيقية بالشكر إلى الرئيس السيسي على اهتمام الدولة باتخاذ قرارات تستهدف تحسين الأوضاع والأحوال المعيشية للمواطنين والحرص على توفير حياة كريمة لائقة بهم رغم التحديات التي تواجهها الدولة.